انا دلوقتي في وزاره الزراعه، تبع وزاره الزراعه، زراعه البندره. دلوقتي قافلين عننا زراعه البندره، قافلين عننا الميه، والمنسوب بتاع الجنبيه اللي هي ترعه القرشيه فاتح ميه، قافلين عننا المنسوب بتاع الميه، ورز بقاله 20 يوم ومشقق، ما احناش عارفين، ينحرد بالجرار. الرز باظ اهو، والرز باظ، نحاسب مين؟ نحاسب بقى الجماعه بتوع الري ولا التصنع؟ على الري الرز محصول، الرز اهو المحصول هيبوظ، والمحصول باظ، المحصول باظ. نناشد مين؟ نناشد وزير الزراعه ولا نناشد بتوع الامن ولا نناشد ايه؟ ما احناش عارفين نروح لمين، ولا الري ما احناش عارفين نتصل بالري. يا سيدي يرمي الميه كلها ولا ايه؟ يرمي الحمل على ناس ثانيه وما احناش عارفين. الرز ما شربش بقاله قشاه، طب وهنعمل ايه؟ ما فيش ميه، يعني هنعمل ايه؟ ما فيش ميه، هو كلها عفش وبلاوي زرقاء، مش عارفين ننقي ايه ولا عارفين نعمل اي حاجه خالص. كلها لا تعبش وبلاوي اهو، هنعمل ايه؟ طب هنجيب ميه من ايه؟ احنا هنجيب ميه من ايه؟ اهو يعني دي كله عفش، دي كلها شرائيه مفلقه، حرام عليك، حرام علينا يا جدعان. ده يصعب اليهود، ده ترعى ما فيش ميه ولا الجنبيه فيها ميه، ولا هنجيب ميه من ايه؟ والله مش عارفين هنجيب ميه من ايه. انا يا فندم بيسقي 50 فدان، الواحد لو حط بقه عليها يشربه، مش عايز ارض. وجايبينه العيارده بتضلين يعني مخانقه مع مع وزاره الزراعه، اللي بياخدوا فلوس كاش في ايجار الارض. ده العيارده يسقي 50 فدان ولا يسقي مفر اثنين حتى؟ مصلحته في كده اللي احنا فيه دي، والرز نشف من قله الميه، الرز نشف خالص اهو قبل من قله الميه، وربنا يعوض علينا. الزرعه ب 50 جنيه، السقيه ب 50 جنيه، القرب ب 5 جنيه، ومش لاقيين، ويوم ويوم نسقي بال 50 جنيه، العشره قرب بال 50 جنيه، ويا ريتنا لاقيين الميه. والله قبل ما احنا لاقيينها اهوت، وبينزلوا في الترعه، والباقي اللي بيسقوا ما نعرفش ميه مجاري ولا ايه، وربنا يعوض علينا السنات ونشف اهو، اكتر ونشف اهو يا اب اهو، رز نشف كل من قلة المي، بقالنا النهارده خشنا في 20 يوم من غير مي، والعوض على الله يا محسن عوض. يا ريتنا لقينا المي القرب 5 جنيه، يوم ويوم نسقي ب 50 جنيه، غير ايجار، غير ايجارها، الايجار ب 100 جنيه، ب 200 جنيه، والعوض على الله على السباخ وعلى الزرعه بقى اللي راحت علينا دي. هو وزير الري فين؟ ولا الناس المسؤولين عن الميه ديت؟ الزرع اللي هينطفى على الفرن ده، ده قوت شعب، قوت شعب وقوت الشعب كله. ده لما ينطفى على الفاضي هناكل رز منين؟ ولا نجيبه نشتغل بقى من السوبر ماركت؟ ناكل من السوبر ماركت حرفين، يبقى احنا فلاحين وناكل من السوبر ماركت رز بسماتك. احنا عايزين رزنا يشرب، مش عايزين، يكفي ان هم قاعدين يشربوا ميه ساقعه في المكاتب واحنا مش لاقيين نسقي ارضنا، لكن نوصل لهم الرز. طفى على الفاضي، العوض على الرز، طفى على الفاضي اهو، ادي الرز اهو، طفى على الفاضي اهو، ما عادش في رز اهو، نناشد مين؟ طفى على الفاضي اهو، مين اللي حاسبنا في الرز؟ الرز اهو، طفى على الفاضي اهو في اعزه اهو. حرام حرام حرام، ده ينساب ده من غير ميه 30 يوم، 30 يوم بقاله شهر من غير ميه دلوقتي، ما احناش عارفين نجيب له ميه. ثابت ميه، ثابت ما بيحيشينها عننا وزاره الزراعه. الميه جايه من الصنطة، ميه الصنطة مقطوعه عن الخط كله، عن خط القرشيه بالكامل اهو. ادي الترعه هي اللي بنسقي منها، وادي حال الرز. الرز ده شارب بقاله 20 يوم ما شربش. رز اهو ميه خالص، ميه ميه اهو اهو. فاضي اهو والله، فاضي زراعة وزير الري يشوف حال الفلاحين من البنا ادي الترعه وادي الرز.